بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، أولا، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر، يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعاً. على كل، علة أي أمر أنه أمر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.